التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع وزير الثروة الحيوانية الإيفوارية سيدي توري، وذلك على هامش مشاركة وزير الزراعة في مؤتمر مكافحة التصحر المقام حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان. وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك توجيهات بشأن تعزيز أطر التعاون بين مصر والدول الإفريقية، مؤكدا على استعداد الجانب المصري لتقديم كل أوجه الدعم للجانب الإيفواري، خاصة في مجال الاستزراع السمكي والإنتاج الحيوانية. من جانبه أشاد وزير الثروة الحيوانية الإيفواري بأهمية الاستفادة من الخبرة المصرية، وخاصة في مجال التدريب، وخاصة أن كوت ديفوار لديها عجز في الفجوة الغذائية سواء في الإنتاج الحيواني أو السمكي أو الإنتاج الداجني.